المرأة الفلسطينية أنا ما عندي شيء أقوله، ولكن هذا اللقاء واعتبار الأسبوع الوطني للشباب تحت رعاية وروح وقوة وعظمة وصمود الأسرى هذا العام هي تعبير عن مكانة الأسرى في قلوبنا وفي وجداننا. وهذا الإجماع الوطني اللي بجهد مؤسساتنا اللي بتشتغل في قطاع الأسرى، سواء كان الوزارة أو نادي الأسير أو كل المؤسسات النشطة في هذا المجال اللي نقلت موضوع الأسرى وأصبح قضية إقليمية وقضية دولية، بلا شك إنه جهدهم وجهد النظام السياسي ورأس الأخ أبو مازن توج بتصويب خطأ ارتكب بحق الأسرى بعد 20 عام بالموافقة على إطلاق سراح 104 أسير قدامى. طبعا طلع 52 وإحنا مبسوطين، بس فرحتنا راح تظل منقوصة إلى أن يتم تحرير الخطوة الأولى ل 52 الآخرين، وعلى رأسهم كريم يونس، ويعودوا إلى بيوتهم في فلسطين داخل الخط الأخضر وفي القدس وفي الضفة وفي غزة. ولكن فرحتنا راح تظل منقوصة إلى أن يتم تحرير كل أسرانا، وعلى رأسهم طبعا القائد الفتحاوي الأصيل مروان البرغوثي وأحمد سعدات وكل الأسرى وأعضاء المجلس التشريعي من حماس ومن فتح. وإحنا بنقول لحماس إحنا لكل الشعب الفلسطيني وكل الأسرى إحنا مسؤولين عنهم، ومش حيهدى لنا لا بال ولا يستقر لنا حال إلا بتحريرهم جميعا. وأنا بقول لكل الأسرى اللي بعيشوا في باستيلات وبعيشوا في أوشفيتس، الإسرائيليين بيحكوا عن أوشفيتس وفي ألمانيا بيحتفلوا بأوشفيتس، أنا أعتقد بأن سجون إسرائيل هي نماذج أكثر سوءا وأكثر إجراما من الأوشفيتسات اللي بيقولوا أنهم انبادوا فيها. على الأقل إذا كان الكلام صحيح والألمان كانوا بينهم موضوعهم بخمس دقائق أو بنص ساعة، بس شبابنا وصبايانا صار لهم 30 سنة بتعرضوا لسياسي لإذائهم جسمانيا ولقتل روح الصمود وروح الانتماء عندهم. أنا أعتقد بأن سجونكم يا إسرائيليين يا مجرمين يا فاشيين هي نماذج 21 وأواخر 20 وأوائل 21 عن أوشفيتس وعن باستيلات القرن 19. مع كل ذلك احنا، وانا هون بقول باسم اخواني في اللجنة المركزية لحركة فتح وعلى رأسنا اخونا وحبيبنا ابو مازن، آن الاوان لمراجعة تكتيكاتنا وجهدنا لمعالجة هاي القضية الانسانية، هاي القضية اللي بعدها انساني ولكن هي قضية ومسؤولية وطنية علينا كلنا. هاي قضية سياسية، لا يعقل ان يستمر المفاوضات والجهد وفي 5000 إنسان موجودين في عذبات وفي شروط ما كانتش موجودة في أسوأ معتقلات العالم. آن الأوان إنه إحنا يكون في عندنا وقفة والعالم كمان يكون في عنده وقفة. وإذا كان الإسرائيليين ما بفهموا إلا اللغة الثانية، أعتقد نحن في فتح بنعرف وإحنا قادرين أن نتحدث نفس اللغة وأن نقوم بنفس المطلوب منا. مستحيل مستحيل موضوع الأسرى نسكت عنه، هذولا مناضلين مقاتلين وهذولا شاركوا وناضلوا بقرار سياسي، وعلى النظام السياسي أن يتخذ قرارا استراتيجيا لصالح تأمين تحريرهم وإطلاق سراحهم، ولكن كمان قرار سياسي له علاقة بتوفير شبكة أمان بالمعنى الاجتماعي وبالمعنى الأخلاقي وبالمعنى المعيشي وبالمعنى التربوي للي جوا ولأسرهم وللي بتحرروا. آن الأوان لوقفة لمراجعة كي يبقوا هؤلاء بما فيهم اللي تحرروا أخيرا ليس فقط رموزا ومسكونين في قلوبنا هم داخل السجن، هذول رموز
داخل السجن لأنهم مناضلين ولأنهم صامدين، ويجب أن يبقوا رموزا ومعالم تنير لنا الطريق بعد تحريرهم. وأعتقد هذه مسؤولية الجميع، ما حدا يغير منهم عشان الناس بحبوهم. هذولا دفعوا دم، دفعوا حرية، دفعوا شباب حياة زهرة شبابهم وأمهاتهم وأخواتهم وكل الناس اللي بيستشهد. والله أنا لو استشهدت قبل 50 سنة بست أشهر بنسوني، ولكن واحد أهله يتعذبوا معه 30 سنة و34 سنة، هذا كان ويجب أن يستمر ويبقى إلى الأبد رمزا ومعلما ومنارة للقيادة الفلسطينية. وأنا بعتقد أنه يا أخوي عباس زكي وإحنا كلياتنا لازم ندرك قيمة هذولا حتى في إمداد مسيرة نضالنا وصمودنا وثورتنا في انتفاضاتنا من 67 إلى الآن. أعتقد أن خط الإنتاج للكادر والمناضل والمقاتل كان في هذه السجون. وما تعملوا الناس أنه بدكم تعطوهم رواتب وتعطوهم مش رواتب، هذولا عمدوا شراكتهم بالدم بالنضال بالمعاناة، ويجب أن يبقوا أيضا جزءا من منظومة العمل اللي بتصمم إيقاعنا حاضرا ومستقبلا. بدونهم ما كنتوش بتوقعوا أوسلو، وبدونهم ما كنتوش بتعملوا شيء، وبدونهم بتقدروش تستمروا تعملوا شيء. أنا كمان بقول لأولاد الكلب اللي قاعدين هنا في بيت إيل، انتوا قتلتوا ياسر عرفات وقبلوا ابو جهاد وممكن ما تخلوا واحد، ولكن مش هتقتلوا فلسطين من قلوبنا. وفلسطين عنصر ثابت الوجود، والدولة الفلسطينية ستقوم، واستيطانك يا قاتل يا مجرم يا نتنياهو مش هيخيفنا، ومكانك أنت والاستيطان في مزابل التاريخ. وعاشت فلسطين حرة عربية، والحرية الحرية لأسرانا، والشفاء لجرحانا، والعظمة لهذا الشعب الذي لم تنكسر ولن تنكسر إرادته. واسمحوا لي أشكر كل اللي معنا جايين، في عندنا هون ناس من اليابان، هايكم شايفينه هذا ياماميتو، ياماميتو لونج ليف جابان، هذا الياباني اللي بنشد النشيد الوطني الفلسطيني ويحامل علم فلسطين ولابس كوفية ياسر عرفات. تحية له ولكل اليابانيين ولكل اللي أجوا يتضامنوا معنا في هذا الأسبوع الوطني للشباب بنسخته الثانية تحت رعاية الأسرى وتحت شعار الحرية لأسرى الحرية. شكرا شكرا للمحافظة والطاقم تبعها وأعضاء وكادر المجلس الأعلى للشباب والرياضة وعلى رأسهم ماهر الجمل، ولكل الإخوان اللي فعلا أنجحوا هذه السلسلة البشرية اللي شارك فيها 4800 شبل وزهرة، كي يقولوا للأسرى أنكم في قلوبنا، وكي يقولوا للعالم اكسروا اكسروا هذا الصمت عن جرائم الاحتلال. ويا أمريكان قولولنا بدكوا إسرائيل باحتلالها بعدوانها ولا بدكوا إياها بحدود 67؟ أنا شايف لا مخلين 67 ولا مخلين 48. آن الأوان لأن يدرك الأمريكان بأنه مصالحهم الخطر اللي عليها العدوان الإسرائيلي، الاحتلال الإسرائيلي، الاستيطان الإسرائيلي. وأعتقد اللي ما بده يعترف بشهادة ميلاد الدولة الفلسطينية يجب أن يعاد النظر في شهادة ميلاده اللي أخذها من الأمم المتحدة. شكرا شكرا وحياك الله. نرجع لدا قد التحية قد التحية، لا يما صغروا دي علي يما علي. نرجع فلسطين 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 فلسطين. فلسطين عربية
Palestina, Arabia. Free the Palestinians. Yay! Yay! Thank you. Thank you. Thank you. Arigato. Arigato. كفى للصمت جئنا اليوم نحمل أسماء كل أسرانا نحمل عذاباتهم نحمل ما يمارس بحقهم من ظلم وتعذيب والآن مع قصيدة طالبة